بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى اسمه نتوكل من هو دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. فسلامنا من الله عليكم ورحمته وبركاته، نحييكم بأجمل تحية صباحية في هذا الانطلاق أيضا لصندوقنا المفتوح وتحديات الفطامين في هذه الانطلاقة. ناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول والصدارة أرى في هذه اللحظات التي تستفتح الندى وتتقدم مذخورة سلطان بن حمد آل سالمين المنصوري مع المركز الأول، تنطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات الأولى، بينما المركز الثاني في هذا الانطلاق وبهذه الإثارة المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الإبداع في هذه أيضا التحديات المستمرة ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التقدم مع أيضا أشعار البروان يأتي بدورة في هذه اللحظات ويقدم شاهنية على مستوى المركز الثاني والمركز الثالثة. أيضا بلقى في هذه اللحظات والتقدم مع الطائف هيثم بن عبد الله بن مسلم الإنيبي، ولكن نعود مع الصدارة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول التي تتقدم مع أول التحديات الأولى الصباحية ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الإبداع ما شاء الله. شكرا يا البرواني على هذه الإثارة المستمرة على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول الشاهنية، تنطلق بهذا الانطلاق وبهذه التحديات. حمود بن عبد الله البرواني هو من يتقدم القموع في هذه اللحظات ما شاء الله. 200 المتر الأخيرة والتحديات المثيرة. شوف المركز الثاني والتقدم مع أيضا بالحمداني يأتي بدوره مع المركز الثاني في هذه اللحظات، ولكن بعود مع الصدارة مع مقدمة الشوط بلقى الشاهنية مع أول التحديات الأولى الصباحية. تهانينا وناموسة أيضا نبعث لبارك الشاهنية بهذا الانطلاق. حمود بن عبد الله البرواني له التحية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني أيضا يبدو أن عند أشعار الحمداني المركز الثالث ايضا هناك تقدم ودخول في هذه اللحظات من خلال تواجد مشاهد الكرام اللي هي مذخوره وسلطان بن حمد آل سالمين المنصوري. هذه هي نتائجنا والتهنئه عبرت لمالك الشاهنيه حمود بن عبد الله البرواني، له التحيه على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.